عظيم. خلصنا لليوم، خي؟ هيك صار فينا كلنا نروح على البيت. أنا ما طلبت قهوة منك. مش لاقيك. ميرسي. عملت لك إياها مرة، بس إذا بتحبها حلوة بجيب لك سكر. عظيمة هيك، حلوة كفاية. أنا أصلاً كنت حابب اليوم إذا أنت عندك وقت. إيه. لميا، أعطيه موعد لباكو بعد جمعتين. جمعتين؟ أنا كنت حابب أصلاً اليوم إنه أوصل له شعراته لباكو، بس مش عارف إنه بتوصل شعرات الكلاب بالكلينيك. إيه معلوم نقص، وفي كذا قصة كمان. حلو كتير. تحب تشوف الكتالوج؟ يلا مش غلط. خليها عنك. ما تعذبي. لا ولا.